ننتظر التغيير الثالث والأخير بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة ياخذ مكان حمزة الأحمر. الساحلي تفوق في وسط الميدان وافتك وسط الميدان من الشبيبة القيروانية وتحكم في نسق هذه المباراة وتوج سيطرته الميدانية بأربعة. غازي عبد الرزاق ترجع كرة مرة أخرى لصالح الشبيبة بسرعة. وجدي كشريدة يفتكها ويبدأ هذا الهجوم المخالفة. إيهاب المساكني وجدي ناجح في هذه المباراة وكرة ترجع من وجدي الكشريدة. محمد أمين بن عمر وجدي كشريدة استهلاك وقت.